منكم أزواجا لتسكنون وجعل بينكم مودة ورحمة. فاستعمل المولى سبحانه ثلاث مصطلحات في هذه الآية: السكن والمودة والرحمة. وضروري هذا الذي يقوله ديال بغينا نوري الدنيا بانها امراه قويه، يعني حنا حاولنا نخرجوا من ذاك التصوير. هذا لا علاقه له بالدين، بل علاقته بالاعراف والتقاليد. كانت هكذا الاعراف، بل نرى ونقرا عبر التاريخ حالات في اوروبا. هذه قصه غير محزنه، قدرنا ان نبينوا بان الدنيا انسانه قويه، وانا داز عليها داك الشيء وداك الشيء اللي داز عليها الكايب، ولكن قدرات انها تخرج من داك الشيء. الدكتور عبد الله الشريف الوزاني، استاذ باحث في الفكر الاسلامي وعلوم التربيه. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله واله وصحبه وسلم. سعدت اليوم بالمشاركه في هذه المائده المستديره حول ظاهره تزويج القاصرات. وكثير منا يعلم ان هناك من الاتهامات التي تصوب وتوجه للدين بحكم انه من اسباب هذه الظاهره. نعم، أقول نعم، ولكن ليس الدين، ولكن المتدينون. ليس الدين، ولكن من يتكلم باسم الدين. ليس الدين، ولكن التأويلات الخاطئة أو الشاذة التي تفعل حول بعض نصوص الدين لتبرير أشياء يريد أصحابها أن يصلوا إليها، ومنها ظاهرة تزويج القاصرات، ومنها كثير من المواضع أو من الإشكالات اليوم التي تمس مجتمعنا في روحه، في جوهره، في عمقه، أي في قدرته على التطور وعلى الاندماج وعلى الازدهار. هناك مع الأسف أسباب حقيقية وأساسية اليوم تعيق تطور المجتمع. هناك أسباب اليوم أساسية وعميقة لهذه الظاهرة، ظاهرة تزويج القاصرات، ويمكن أن نلخصها في الفقر، في الهشاشة، في الطمع، في الجشع، في الإغراءات، وكذلك في تأويل النصوص لبعض الأشخاص الذين يريدون أن يعطوا تبريراً دينياً أو شرعياً أو أخلاقياً لهذه الظاهرة، ولكن الدين براء. علنا اليوم أظن أن أهل الدين والفقهاء والعلماء عليهم أن يتحلوا بالشجاعة الكافية اليوم ليتبرأوا من هذه الفتاوى الشاذة، لكي يتبرأوا من هذه الأفكار الهدامة. نحن اليوم نريد أن نرتقي بمجتمعنا، نريد أن نتطور، نريد أن نعطي الفرصة لكل مكونات مجتمعنا لتسهم في تنمية، في تطور، في تقدم مجتمعنا، في تقدم بلدنا. والمرأة، وأعيدها، المرأة لها دور أساسي، بل لها دور خطير، إما في بناء المجتمع أو في هدمه. إذا نحن أغفلنا هذا المكون الأساس للمجتمع وهو المرأة، فقد أخطأنا موعدنا مع التاريخ، وعلينا أن نراجع دروسنا ومواقفنا. شكرا لكم. والحقيقة ما هي؟ هي أنه ما نرى اليوم ورأينا الآن هذا. دونك معكم صفا بوعمارة، جو سوي جورناليست وشارجة برودكسيون مع لابواد جوجاد. اليوم حضرنا لا طابل غوند اللي دارت لاسوسياسيون دووا اي جوستيس. جيت كنتحدث بالاسم ديال جوجاب حيت رياليزينا واحد لا فيديو مع واحد البنت اللي تزوجات على 13 عام، الاسم ديالها دنيا. حنايا في اليوم في لا طابل غوند قدرنا نهضروا على كيفاش الطريقه ديال المعالجه ديال هاد لي سوجي اللي كيكونوا سونسيبل، سورتو بحال الا لاحظتوا في الفيديو ديالنا ديال دنيا، حاولنا ان نعطيوها، نكبروا من القصه ديالها، نعطيوها، نردوها امراه قويه باش الميساج يوصل مزيان للمتفرج. و فريمون كنشكر جمعيه عداله ودكوا اي جوستيس، لانهم فريمون كيديروا عمل فريمون امبورطون، سورتو اننا هنا في المغرب مازال بزاف ديال البنات كيتزوجوا صغار، مازال ديال بزاف ديال الحوايج كيوقعوا. وحنا اوطونك ميديا اوطونك جورناليست عندنا اون ريسبونسابيلتي كبيره اننا نوصلوا لي ميساج، لاننا حنايا الاصوات ديال هذوك الناس اللي ما عندهمش صوت. ماشي، وانا نعرفوا عين الاخت في الفيديو واش هي ديتوها انتما قويه او السيناريست اللي قطعوه. الدنيا هي ديجا امراه قويه، بما انها عاشت هذا الشيء ودازت هذا الشيء، هي ديجا امراه قويه. حنايا غير حاولنا نوريو هذيك القوه ديالها،
كل ما كانت تجاوزت داك الشيء ما كناش غادي نوصلوا للفيديو بحال هكا. دونك الدنيا ديجا وقع عليها هذاك الشيء، خدمات مع لاسوسياسيون قدرات انها تجاوز داك الشيء، وحنايا بيان سوغ بالاخراج ديالنا بالتصوير ديالنا بالموسيقى ديالنا قدينا انا نردوا القصه فريمون قويه. دونك كيما شفنا بحال في الفيديو ديال دنيا، وخا هي قصه فريمون حزينه، قدرنا انا نبينوا بان دنيا انسانه قويه، وانا داز عليها داك الشيء وداك الشيء اللي داز عليها الكايب، ولكن قدرات انها تخرج من داك الشيء. دونك الانسان فاش كيسمع القصه من اللي وقع من عند الانسان اللي وقع عليه داك الشيء، كيقدر انه يتاثر فاسيلو.